يقول المتنبي: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. لقد غير هذا البيت الشعري نظرتي للعالم، بل للدنيا بأكملها، وقد سطر لي طريق البحث عن هدف أفهم به معنى الحياة. أنا صانع أفلام محترف، وهوايتي تصوير النجوم، تلك التي أنارت دربي في كل مغامراتي. وما حفزني للمشاركة هي كلمة سديم، فالسدم هي جرم سماوي تولد فيه النجوم. من هنا فهمت هدف البرنامج. أنا هنا لأقول: ركز قدميك على الأرض، وارفع رأسك للسماء، واطمح لما وراء السديم. أنا علاء الدين العربي، وتلك كانت رسالتي إلى العالم.